أعزائي المشاهدين، أحييكم بتحية المسيح، تحية أهل الملكوت، تحية يوم يلقونه سلام. سلام لكم، معكم خادمكم ومضيفكم الدكتور خالد الشمري في برنامجكم المحبوب المجلة السعودية على قناة الحياة المسيحية. الصلاة صلة وحوار بين الإنسان وربه، في حالة التواصل بيننا وبين ربنا، لأن الخالق إله محب وحنان، فهو يتفاعل معنا ومع مشاكلنا. علشان كده نشوف المسيح يقول في إنجيل متى الإصحاح السادس الآية 7 و8: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنهم بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوا. المسيح يدعونا لعدم تكرار الكلام والعبارات في الصلاة، فتكرار الصلوات عادة وثنية قديمة، وكان الله وكأنه الله ما يحس فينا ولا يسمع ولا يستجيب إلا إذا رددنا العبارات والطقوس بشكل معين حتى يقبلنا. أعزائي المشاهدين، الخبر الزين هو أن الله يسمعنا ويشوفنا في كل مكان وفي كل ظرف، وحنا ما نحتاج أن نردد عبارات بعينها أو نقوم بحركات لعدد معين من المرات حتى يسمع لصلواتنا وتضرعاتنا، أو حتى يتحنن على آلامنا وأوجاعنا وينظر إلى احتياجاتنا. لا، ما نحتاج لكل هذا. وبدون شك حنا نعيش في عصر الضغوط والمتاعب والاحتياجات النفسية والمادية، لأن الإنسان يزيد قلقه وهمه، لكن الرب يسوع يؤكد لنا قيمة الإنسان واهتمام الله به ورعايته له، ونشوفه يقول في إنجيل متى الإصحاح السادس الآية 26: انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ المسيح يطمننا أن ربنا يعرف بظروفنا وهمومنا. يقول الرب يسوع في إنجيل متى أيضا والإصحاح السادس الآية 36: لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. نعم أعزائي، الله يشوف ويعرف، فبالرغم أن الصلاة عبارة عن كلمات، إلا أن أبونا السماوي ما يشوفه كده، لكنه يشوف على أنها احتياج الإنسان لرعايته ومحبته، مش القيمة في الكلام المصفوف أو مدى بلاغة الصلوات والدعوات. فالله يشوف القلب، يشوف فكرك واتجاهات قلبك وضميرك ودوافعك وسلوكياتك. سهل الواحد يسوي شعر ويصف الكلام والعبارات، لكن صعب فحص القلب وتنقية الدوافع. أعزائي المشاهدين، الإله اللي نكلمه ترى هو قريب مش بعيد عنا. أزيدكم من الشعر بيت: هو أب محب يسمع لنا، وفي صلواتنا لما نادي أبونا السماوي نمتلئ بالفرح والسلام، لأن خالق الكون أبونا، سيد الكون ومحرك الأحداث هو أبونا، صاحب الملك والقوة والمجد، يستطيع أن يفيض علينا بفائق قدرته. هذا هو أبونا. تعال له اليوم واطلب من ملك الملوك وصاحب السلطان أن يلمس حياتك بنور معرفته والتنعم بأبوته. تعالوا نتشارك مع بعض ونصلي هذه الصلاة الرائعة بروح الله. يا رب، يا أبانا، يا أبا الآب، يا أبانا السماوي، كم أنت عظيم يا رب، على أنك أنت إلهنا وعرفتنا أنه أنت أبونا. كم أنت عظيم يا رب على هذه المعرفة العميقة. أشكرك يا رب على كل من يشاهد هذه الحلقة الآن يا رب، أنه يعرفك، أنه أنت فعلا أبو الجميع، أنت أبو الكون، أنت أبونا. كم أنا أشعر بالفرح يا رب كل ما أناديك يا أبويا. عظيم هذا العلم، عظيم هذه المعرفة. أصلي لكل نفس يا رب الآن ورا الشاشة تشاهد،
إنه تتعرف عليك وما يخافون منك ويصيروا يحبونك محبة الابن للأب. بالمسيح يسوع أصلي لك كل المجد. آمين. حياتك قبل مماتك تكسب حياتك قبل مماتك ارجع لربك عجل لا تأجل لا تأجل لا تأجل ارجع بسرعة اليوم لا تقول برجع بكرة بكرة ما هو معلوم من في نظامنا عمره ارجع بسرعة اليوم لا تقول برجع بكرة بكرة ما هو معلوم من في نظامنا عمره يكفي ما فاتك تكسب حياتك قبل مماتك اكسب حياتك قبل مماتك وارجع لربك عجل لا تأجل لا تأجل لا تأجل ابنه محبوب غالي عقلب الله لحظة اللي فيها تتوب كل اللي فات ينسى انت ابنه محبوب غالي عقلب الله لحظة اللي فيها تتوب كل اللي فات ينسى اختار نجاتك تكسب حياتك قبل مماتك اكسب حياتك قبل مماتك وارجع لربك عجل لا تأجل لا تأجل لا 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 تأجل لا تأجل لا تأجل لا تأجل التوبة وارجع لربك عجل أيامك محسوبة قبل مماتك تكسب حياتك قبل مماتك ارجع لربك عجل لا تأجل لا تأجل لا تأجل
أهلي وإخواني، المدينة اللي راح نصلي لها اليوم مدينة من المدن الغالية على قلوبنا، مدينة الكرامة والإباء، مدينة الشرف والشموخ، مدينة العزة والحرية. راح نصلي اليوم لمدينة القطيف وأهلها. تقع مدينة القطيف شرق المملكة العربية السعودية، وتشتهر بسهولة أرضها وجمال بحرها وعذوبة جوها، كما يشتهر القطيفيون بالطيبة والكرم وحسن المحشر. كما تعتبر القطيف من أغنى مدن المملكة بالمنتوج البحري، حيث يعمل أغلب سكانها بالصيد والزراعة، حيث تتميز أرض القطيف بخصوبة أرضها وكثرة مياهها. أرض القطيف أرضنا، فلنصلي من أجل القطيف وأهلها. يا أبانا السماوي، أشكرك يا رب على القطيف وأهلها، هذا الشعب الطيب المعشى المبتسم دائما. يا سيد العظيم، فيض 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 فيهم ببركات السماء وبركات الأرض ونعمة الأمن ونعمة الأمان، يعيشوا في سلام، يعيشوا في سلام، يعرفوك يا رب، يعرفوك، يعرفوك المعرفة الحق، يقبلوا إليك ويخلصوا، لأنه هذه هي إرادتك، أن الكل يعرفك يا رب ويخلص. يا سيد العظيم، عرفهم اسمك، عرف أهل القطيف، عرفهم يا رب نفسك، زورهم وافتقدهم بروحك القدوس، وصلي لهم الخلاص الأبدي باسم يسوع المسيح، أحطهم أمانة بين يديك. آمين. يا الله باسمك خلصني وبقوتك أنصفني، يا الله اسمع صلاتي واصغى إلى كلامي، لأن غرباء قاموا علي وعتات يسعون إلى قتلي، وما خلوا الله قدام عيونهم، هو ذا الرب معيني والسيد الرب عاضدي، يرد الشر على عدويني وبحق عدلك استأصلهم، طوعا أذبح لك وأحمد اسمك يا رب لأنه طيب، فإنه نجاني من كل ضيق وشفت بعيوني اللي صار العدويني. أعزائي المشاهدين، بالمحبة والشوق ألقاكم مرة أخرى. لكل أمة رموزها وأعلامها، وكذلك للمسيحيين رموزا وأعلام، وناس ضحوا بحياتهم من أجل إيصال كلمة الله وخلاصه للبشرية. كانت المحبة وقودهم ودافعهم الوحيد في رحلتهم إلى العالم. لم يحملوا سيفا ولا خنجرا، بل كان سلاحهم إيمانهم بأن الله معهم. لم ينشروا حربا بل سلاما، لم يغزوا دولا بل غزوا قلوبا واحتووها، لم يدمروا ممالكا وحصونا بل دمروا الحاجز بين الله والناس بنشر بشارة الخلاص، لم يربحوا سبيا ولم يغنموا ذهبا، بل حرروا الناس من قيودهم فغنموا محبتهم. مجانا أخذوا ومجانا أعطوا، لم يعطوا ذهبا أو فضة، بل أعطوا باسم المسيح حياة أبدية. لم يملكوا شيئا، ولكن كانت نعمة الله تكفيهم. آسروا الناس لا بالقيود، ولكن بمحبة الله وقوة إيمانهم. أعزائي المشاهدين، يسرني أن أخصص هذه الفقرة للحديث عن رسل المسيح وتلاميذه
بل وأقرب الناس إليه. نتعرف على رموز وشخصيات مسيحية لم يعد العالم بعدهم كما كان. نسمع كثيرا عن حواري المسيح وتلاميذه الاثنى عشر، ولكن من يكونون وما هي أسماؤهم؟ فمن بين عدد كبير من الناس كانوا حول المسيح في حياته، لم يختر منهم المسيح إلا 12 شخصا ليكونوا تلاميذا له ورسلا يكرزون ببشارته، وهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، يعقوب ويوحنا، فيلبس وبرثليماوس، متى وتوما، يعقوب بن حلفي وسمعان الذي يدعى الغيور، وكذلك يهوذا أخا يعقوب، وأخيرا يهوذا الإسخريوطي. اختارهم المسيح على عدد أسباط بني إسرائيل الاثنى عشر، وبعد قيامته أرسلهم إلى العالم كله. وكان من أول ما عملوه انتخاب ماتياس رسولا بدلا عن يهوذا الإسخريوطي. أما الرسول بولس فقد اختاره المسيح بنفسه حين كان قبل ذلك من أشد الناس اضطهادا للمسيحية. ونبدأ بالتعريف أولا بالرسول بطرس أو الصخرة. لقد ولد ونشأ في بيت صيدا بالجليل، وكان يعمل صيادا للسمك حين دعاه السيد المسيح أن يترك الشبكة ويتبعه، فأصبح من حينها قائدا لبقية الرسل. ولقد جاء ذكره كثيرا في الأناجيل الأربعة لقوة علاقته بمعلمه، وربما أكثرها شهرة عندما سار برفقة المسيح على الماء، ويعتقد إنه قتل صلبا بيد الرومان مقلوبا رأسا على عقب، إذ أنه لم يرى نفسه مستحقا أن يموت بنفس الطريقة التي مات بها المسيح، كما ينسب له رسالتين من رسائل العهد الجديد. وكان لبطرس أخا يدعى أندراوس، وهو أول من دعاه المسيح ليتبعه، وكان قبل ذلك تلميذا ليوحنا المعمدان، أو كما يعرف بالنبي يحيى. وقد كان من أكثر التلاميذ قربا للمسيح، وقد قام بالتبشير في آسيا الصغرى وما حولها، ويعتقد بأنه قتل مصلوبا في اليونان وكان صليبه على حرف إكس. أما فيلبس فكان كذلك من سكان بيت صيدا كبطرس وأندراوس، وله عدة مواقف يذكرها إنجيل يوحنا، ويعتقد بأنه مات ودفن في مدينة هيربوليس، كما كان يبشر في الجليل ثم بلاد اليونان وسوريا وفرجيا، كما كان يعقوب بن زبدي من تلاميذ السيد المسيح أيضا، وقبل ذلك كان تلميذا ليوحنا المعمدان، وكان يعمل في الصيد حين دعاه المسيح أن يتبعه، فترك كل شيء وأصبح من تلاميذه. وقد قتل بالسيف بسبب إيمانه سنة 44 ميلادية بأمر من الملك هيرودس. أما يوحنا بن زبدي فهو أخو يعقوب، وكان يعمل في الصيد مثل أخيه، وكان عند المركب مع أبوهما عندما دعاهما السيد المسيح لاتباعه، فتركوا كل شيء واتبعوه، كما يلقبان بأبناء الرعد. كما يعرف أيضا بيوحنا الحبيب أو الإنجيلي، فهو كاتب إنجيل يوحنا، وتنسب إليه كذلك ثلاثة رسائل من العهد الجديد وسفر الرؤية أيضا، ويعتقد بأنه الوحيد الذي مات طبيعيا من بين التلاميذ، كما يعتقد بأن قبره موجود في مدينة سيجوك بتركيا. وكذلك كان بارثليماوس هو الآخر من تلاميذ السيد المسيح وأحد أصدقاء فيلبس، ويعتقد بأنه انطلق بعد صعود المسيح للتبشير بالمسيحية في الهند وأرمينية، ويقال بأنه قتل بأرمينية، وقبل أن يقتل سلخ جلده وهو حي ثم صلب مقلوبا. أما يعقوب بن حلفي أو يعقوب الصغير فكان أحد تلاميذ المسيح أيضا، وكانت أمه تدعى مريم، وهي من النساء اللواتي كنا يرافقن السيد المسيح لخدمته،
ويعتقد أنه مات مقتولا بيد اليهود أو مصلوبا في جنوب مصر، وكان ليعقوب أخا يدعى يهوذا، وهو كذلك من تلاميذ المسيح أيضا، ويعتقد بشكل كبير بأنه أحد التلاميذ الذين أدخلوا المسيحية إلى أرمينية. وقد قتل سنة 65 للميلاد، وتنسب له رسالة يهوذا في العهد الجديد من الكتاب المقدس. أما متى الإنجيلي واسمه لاوي بن حلفي، والذي ينسب إليه إنجيل متى، فكان من كفر ناحوم، وكما كان يعمل عشارا أو جابي ضرائب، تلك المهنة المحتقرة لدى اليهود، ولكنه ترك كل شيء واتبع المسيح حين دعاه. وكذلك كان توما أحد تلاميذ المسيح، وقد جاء ذكره في إنجيل يوحنا، وتذكر قصته حين قال له المسيح بعد قيامته: هات إصبعك هنا وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بي بل مؤمن. فأجاب توما: ربي وإلهي. وعندها قال المسيح تطويبته الشهيرة: لأنك رأيتني يا توما آمنت بي، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. أما سمعان القانوني أو الغيور، فيعتقد بأنه من قرية قانا، وقد جاء ذكره في إنجيل متى ولوقا ومرقس، وكذلك في أعمال الرسل. ويأتي ماتياس أخيرا في قائمة التلاميذ، ويتميز بأنه اختير بالقرعة بينه وبين برنابا من التلاميذ، عوضا عن يهوذا الإسخريوطي الذي سلم المسيح، وكان يتبع المسيح منذ عمادته في نهر الأردن. ومن غير التلاميذ يأتي لوقا الإنجيلي، وتنسب له كتابة إنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل، وكان يمتهن الطب، ويعتقد أنه أول من رسم إيقونة السيدة العذراء مع الطفل يسوع. انضم إلى الرسول بولس، وساعده بالتبشير في معظم رحلاته. عاش حياة البطولية، ومات عن عمر يناهز 84 سنة. أما كاتب إنجيل مرقس فهو البشير مرقس، ويعتقد أنه ولد في قورينا بإقليم برقة الليبي، حيث كانت ليبيا أول موطن للدعوة المسيحية في قارة أفريقيا، ثم انطلق منها إلى مصر سنة 55 ليبشر هناك، حيث أصبح أول بطريرك فيها، كما قتل هناك سنة 68 ودفن فيها. وأخيرا يأتي الرسول بولس بولس الطرطوسي، وهو أحد قادة الجيل المسيحي الأول، كما يسمى برسول الأمم. ولد في طرطوس بين السنة الخامسة والعشرة للميلاد، وكان اسمه حين ولد شاول. عمل كصانع خيم، وكان من اليهود المتشددين جدا، بل كان من أكثر الناس كرها واضطهادا للمسيحيين والمسيحية في بدايتها، لكن حياته تغيرت جدا عندما رأى السيد المسيح وهو في طريقه لدمشق، حيث دار بينهما حوارا قال له المسيح فيه: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فسأله بولس: من أنت يا سيد؟ فأجابه: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. ومن يومها تغيرت حياته، فأصبح من أعظم الشخصيات في العالم، وكذلك كل من يلتقي بالمسيح لا تعد حياته أبدا كما كانت، وذلك بالضبط ما حدث مع جميع الرسل. لقد كانوا أقرب الناس إليه، اتبعوا نوره وساروا في دربه، وبلغوا رسالته ونشروا بشارته، وشهدوا على قيامته، وماتوا في طريق المحبة، طريق السيد المسيح. وفي الخاتمة: سلام الله معكم، ولله المجد في الأعالي، آمين. أعزائي المشاهدين، وحان الآن وقت الاختبارات اللي كلنا ننتظرها. هذه اللحظة في واحد شاب كتب لنا يقول: أنا شاب عانيت لمدة 5 سنوات من مرض القلق إلى حد أني كرهت حياتي، وكنت أذهب من فترة لأخرى إلى طبيب مختص بالأمراض العقلية لكي يكتب
لي بعض المسكنات لكي أنام في الليل. وعانيت كل هذه الفترة لدرجة أني صرت أسأل نفسي لماذا ولدت في هذه الدنيا. ولكن عندما تلقيت بالرب يسوع المسيح من خلال قناة الحياة المسيحية تغيرت حياتي بالكامل، وحصلت على السلام الحقيقي في حياتي، وتخلصت من كل عاداتي السيئة وحل مكانها العادات الحسنة، ولم أعد أتناول المسكنات. أرجو أن تبعثوا لي بالكتب الروحية. آمين. الرب صالح. الرب قال لنا دعوا القلق، اتركوا القلق، فبالمسيح دائما القلق يهرب. وبالنسبة للكتب الروحية، أنا أنصحك وأنصح كل من يسمع هذه الحلقة الآن من خلال شاشات التلفزيون أنه تبعثوا لنا عناوينكم، وإحنا هنكون سعيدين جدا أن نرسل لكم الكتب الروحية اللي أنتم تطلبوها. بالمسيح يسوع تتباركوا. آمين. أعزائي المشاهدين، أنا شخصيا تعزيت جدا من هذه الحلقة الرائعة من برنامجكم المفضل على قناة الحياة المجلة السعودية، وكأني أشوف فيكم حماس الرب اللي يخليكم هالحين تخبرون أصحابكم وربعكم عن هذا البرنامج. إلى أن نلتقي في المسيح يسوع في حلقة جديدة، كان معكم الدكتور خالد الشمري. نعمة وسلام.